اكتشاف جديد في مجال السياحة العلاجية دشنته وزارة المياه والري تمثل في بئر ذات مياه معدنية ساخنة بمواصفات خاصة. مياه البئر المكتشفة تعد الأكثر حرارة بين المياه العلاجية على مستوى المملكة، ما قد يشكل حافزا لاستثمارات كثيرة في منطقة هذا البئر. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مصدر جديد لمياه علاجية فريدة من نوعها تم اكتشافها مؤخرا في منطقة القسطل على بعد 4 كيلومترات جنوب مطار الملكة علياء الدولية. هذه البئر التي اكتشفت خلال البرنامج الاستكشافي الذي تنفذه وزارة المياه والري ستعزز من وجود الأردن على خارطة السياحة العلاجية في العالم، خاصة وأن مياه هذه البئر تعتبر فريدة من نوعها على مستوى المنطقة. وبعد أن قمنا بإجراء التحاليل المخبرية على هذه المياه من حيث المحتوى الكيميائي والفيزيائي وغيرها من الخصائص التي تهم المياه العلاجية، تبين بأن هذه المياه هي مياه معدنية علاجية بامتياز، وقد تكون فريدة من نوعها على مستوى المنطقة. مياه هذه البئر تعتبر الأشد حرارة من بين الآبار الحارة في الأردن، حيث تصل حرارة المياه فيها إلى 77 درجة مئوية. فهذه المياه تم استخراجها من عمق يزيد عن الكيلومتر، كما أن الطاقة الإنتاجية لهذه البئر تبلغ 100 متر مكعب في الساعة. في حال استكمال المخطط الشمولي لاستثمار هذه المياه كمياه علاجية طبية سياحية من قبل وزارة المياه والري والمؤسسات الوطنية المعنية الأخرى مثل وزارة السياحة ومؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، أعتقد أن هذا الموقع سيصبح معلما وطنيا للسياحة العلاجية، وسيقوم بجلب استثمارات سياحية وجلب سياح أجانب لهذه المنطقة بشكل كبير. خصائص هذه المياه ودرجة حرارتها المرتفعة عاملان ساهما في جعلها مياها علاجية فريدة من نوعها. هذا البئر يتميز عن الآبار الجوفية الأخرى بأنه يحتوي على نسبة أملاح ومعادن بنسب ممتازة، ويحتاجها الإنسان للعلاج وللاستطباب. تصل نسبة الأملاح الذائبة فيه ل 2000 ميلي جرام بير لتر، علاوة على أنه درجة حرارته تصل ل 77 درجة مئوية. الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه البئر أصبحت أنه تخوله يكون صالح للاستخدامات العلاجية وللاستطباب فيه. وزارة المياه والري وخلال الفترة الماضية حفرت 10 آبار استكشافية على أعماق تتراوح ما بين 900 و1200 متر بكلفة مالية بلغت 5 ملايين دينار. فمن هذا الاكتشاف تسعى الحكومة لزيادة حجم الاستثمار في مجال السياحة العلاجية في الأردن، خاصة وأن الدخل المتأتي من السياحة العلاجية يفوق المليار دولار سنويا. رعد بن طريف، رؤيا.